مشاهدينا متابعينا الاعزاء عبر شبكه النجوم مستمر ومتواصلين معكم في رصد الاصداء والتغطيه الاعلاميه لحفل تكريم النقيب عبد العزيز بن عبد الله الحارثي. الحفل المقام من قبل اداره نجوم الملكي ممثله برئيس الاستاذ مشاري نفيعي يقف الى جانبي في هذه اللحظات المحتفى به والمكرم في هذا المساء العريس عبد العزيز بن عبد الله الحارثي. اولا نقول لك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ليله سعيده، حفل تكريم مبسط من قبل إدارة نجوم الملكي ممثلة بمشاركة الأهل والأصدقاء. شعورك وانت اليوم مكرم بين أصدقائك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الله يجزاك بالخير ويتقبل منك دعائك إن شاء الله، والله يعطيكم العافية. وأشكر جميع من حضر وجميع من ساهم في هذا الحفل اللي يكون لي أنا عبد العزيز الحارثي الشيء الكبير. مهما كان هذا الحفل أنا أشوف أنه تكرمت بأفضل تكريم بأفضل جودة عالية من المشاركين، كذلك من الأصدقاء المتواجدين، كذلك اللي قدم له شيء من الأصدقاء من الأحباب من الجمهور من النجوم، قدم الشيء بسيط ترى عندي شيء كبير. والله يعطيهم العافية، والله يبارك فيكم وأشكركم على الحضور. كذلك أشكر الرجل الكبير في نظري والكبير الله مشاري بن مطلق النفيعي ابو مطلق، بصراحه ابو مطلق ترى داعم للجميع، مو بس عبد العزيز الحارثي، داعم للجميع سواء قريب او بعيد او صغير او كبير في المنطقه الغربيه، ترى ابو مطلق بيكون اول واحد متواجد في الدعم له. الله يعطيه العافيه. انا لو اتكلم منه الى بعد 100 عام اشكر مشاري، ترى ما راح اوفي حقه. الله يعطيكم العافية جميعا واشكر من ساهم في هذا الحفل مرة أخرى، والله يعطيهم العافية. الله يعطيك الصحة والعافية، شاكرين لك تحت هذه الفرصة. أخيرا وليس آخرا، لديك 3 باقات من الورود، لمن تهديها في هذا المساء؟ 3 باقات من الورود، أول شيء أهديها لأبو مطلق اللي يستاهل، مو الورد يستاهل، أبو مطلق الروح وما فيها والله. والباقة الثانية أهديها للجميع من شارك هذا الحفل وجميع من حضر. والباقة الثالثة أهديها هذه خليها بمكانها. الله يعطيك العافية، سعدنا كثيرا بتواجدك، شاكرين لك تحت هذه الفرصة. مرة أخرى نقولها ألف مبروك، دائما تزدان الليالي وتبرق الليالي، وكلنا نهنئ ونبارك لك هذا الزواج. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقك في الدنيا والآخرة. الله يجزاك بالخير ويبارك فيك وأشكرك أنت أخي، الله يعطيك العافية، ما قصرت، كنت معنا بلحظة بلحظة وكنت معنا شخصيا لحظة بلحظة، وكنت أكبر داعم أنت وزملائك المتواجدين معك. وهذا أنا ما أقدر إلا أقول لكم الله يعطيكم العافية ونخدمكم جميعا في الأفراح إن شاء الله بإذن الله وعقبالكم إن شاء الله، ونكون إحنا أول حاضرين لكم بإذن الله وأكبر الداعمين لكم. كلمة أخيرة لعيال الاستراحة بس. والله عيال استراحة من الروح فيها، والله عيال استراحة مو هو بس عيال استراحة وكذا وتروح، لا، عيال استراحة أصحاب أخوان أصدقاء، بيننا عيش وملح، بيننا روحة وجية، ونشارك بعض بالصغيرة والكبيرة ترى أسرار، حتى في جمعاتنا خارج الاستراحة نكون مع بعض ونكون متواصلين مع بعض، والله العظيم أكثر من أهالينا بعد. الله يعطيهم العافية، الله يديم المحبة إن شاء الله بيننا، والله لا يفرقنا إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك، شكرا.